بس عملية الحقيقة يعني مثيرة جدا جدا جدا، على الأقل بالنسبة للعبد لله. أنا هروح مرسى علم. مرسى علم دي حتة رائعة جدا جدا وجميلة جدا في البحر الأحمر جنب الغردقة، وحصل فيها حاجة لأول مرة تحصل في مصر، محدش يستغرب من اللي أنا هقوله، لأنه في فرخة اتعملت لها عملية. فرخة هي فرخة بلدي الحقيقة، وقعت من الدور التاني ورجليها اتكسرت. طبيعي انها طبعا يعني لو التعامل عادي، يعني فرخه وقعت تتذبح وتتاكل، بس صاحبها الحقيقه فكر بطريقه مختلفه، عمل حاجه نادره، جاب لها دكتور طبيب بيطري، ونقل الفرخه للمستشفى، عملوا لها اشعه، تعاملوا معاها كانها بني ادم، وحط رجليها في الجبس وركب لها مسامير وشرايح. العمليه بقى انتوا عارفين احنا دايما نحب لغه الارقام، تفتكروا اتكلفت كام؟ اتكلفت 7000 جنيه مصري فقط لا غير. تخيل 7000 جنيه لفرخه تمنها كله على بعضه، مع احترامي ليكي اوعي تزعلي مني، بس يعني 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 ايه على بعضيها كده ب 50 جنيه ولا ب 60 جنيه؟ بيفكروني بمسرحيه المتزوجون. انا اسف والله، بس والله المشهد جالي بتاع استاذ سمير ومدام شيرين، لما الفرخه كانت ب 50 قرش والقفص لوحده كان ب 15 جنيه. على كل حال اتعملت العمليه في قد ايه بقى؟ في حوالي ساعتين. واللي بيسال طبعا ليه التكلفه وصلت لهذا المبلغ 7000 جنيه، والفرخه اصلا يعني رخيصه جدا ب 50 ولا 60 جنيه، كل الاسئله دي هعرضها على دكتور محمد احمد اللي تولى علاج الفرخه. مساء الفل يا دكتور محمد. مساء الخير يا استاذ معتز. انا سعيد والله بالحوار معاك، ويمكن اول سؤال ليا هو العمليه ب 7000 جنيه ليه؟ هو يعني لفرخه؟ ولا التكاليف يا استاذ معتز بتشمل الشرايح والمسامير، لان كان في صعوبه جدا ان احنا نلاقي الشرايح والمسامير المناسبه للحجم بتاع الفرخه، لان الحاجه دي مش متوفره كتير وصعب انك تلاقيها. فالحاجات دي غاليه اساسا، يعني الحاجات دي غاليه. غير كده التخدير والادويه اللي اخذتها، لانه استخدمنا تخدير بالانهاليشن، يعني تخدير بالاستنشاق، والحاجات دي كلها غاليه. بس صاحبها لما عرضنا عليه التكلفه وعرضنا عليه انها هتتكلف كذا، هو ابدا موافقته، ما قالش لا ده انا ما ادفعش 7000 فرخه، انا ممكن اجيب 200 فرخه. هو بيعتبرها كحيوان اليف عنده في البيت، ده حاجه هو مربيها بتاعته، بيحبها، مش هيفرط فيها بسهوله، مش هيذبحها او هيعمل لها حاجه اسمها موت رحيم بتحصل في الحيوانات دي او في الطيور. فهو وافق على انه يدفع 7000 على اساس انها نعمل العمليه ونحاول ننقذ الفرخه وانها تعيش حياه كويسه بعد ما نعمل العمليه. ان الفرخه تعيش حياه كويسه، يعني هو بينظر لها على انها يعني روح معاه في البيت، مش بينظر لها على انها تتذبح هو الموضوع عنده موضوع مختلف تماما، انسانيه ورحمه ورفق بالحيوان او بالطيور. بالظبط يا استاذ محمد. هل انت يا دكتور محمد قابلتك حاله زي كده يعني، ولا دي اول مره في شغلك يعني؟ صدقني يا استاذ معتز، انا قابلتني حالات فطور قبل كده، فطور او حاجات، بس كنا بننصح بالذبح، لان بيبقوا اصحابها عارفين ان هي صعب العمليه اصلا انها تتعمل، ده اولا. غير كده التكلفه هتبقى كبيره، مثلا على فرخ يعني ادفع 7000 فرخ عشان اعمل عمليه بتبقى كبيره، خصوصا لو حد مصري يقول لك لا انا حبيت ذهب يعني عشان انا اعمل لها العمليه. ما هو ما بيطلعش من الناحيه دي بقى، على انها بتجيب ذهب او انه يقدر يجيب 200 فرخه قصادها، لا هو بيوصل لها من ناحيه ان هو لا عايز اعمل عمليه رافه بيها عشان هي دي حيواني الاليف اللي انا مربيه في البيت، زي القطه زي الكلب. تمام. ومساله ان هي يبقى جوه جسمها مسامير وشرايح وهي الامور دي، يعني ده ما فيش خطوره على حياتها؟ وكان في خطوره في العمليه نفسها، لان العمليه نفسها بنحاول ما نطولش في التخدير بالنسبه للطيور. بس الحمد لله ان العمليه بعد العمليه بقت كويسه وفاءت ووظائف الحيويه بتاعتها كويسه، وان شاء الله بتاخد حاجات ادويه ومضادات حيويه ومضادات التهاب ومسكنات عشان ما تحسش باي الم،
وعشان برضو احنا هو وظيفته الاساسيه او هدفه الاساسي ان هو يخلصها من الالم، يعني انه ما يخليش الم عندها، لان هم برضو يلجأوا موضوع القتل الرحيم ده والقتل الانساني عشان يخلصها من الالم. طبعا طبعا انتوا اكيد هتتابعوا الحاله في الفتره اللي جايه، عشان بعد العمليات اللي زي كده اكيد بتبقى فيها متابعه، وانا سمعت ان هيبقى في فتره علاج طبيعي. طبعا طبعا لازم علاج طبيعي ولازم متابعه دوريه عشان اعرف التئام الكسر، التئام الكسر بيلتئم ولا لا. والعلاج الطبيعي ده مع الفرخه، يعني العلاج الطبيعي انا فاهمه في البني ادم، بس مع الفرخه بيبقى ازاي يعني؟ يعني انت لو شفت الصوره الثانيه يا استاذ معتز هتشوف العلاج الطبيعي ان احنا بس مجرد ان احنا بنخليها تحمل على رجليها على فترات، والفترات دي يعني لما انا لو بدات النهارده ب 10 دقائق بكره هتبقى ربع ساعه. بعد ثلث ساعه. وبجيب حوض ميه بعملها نفس الكلام وبخليها تحرك رجليها دي. ده كله عشان ما ياثرش على العضلات. لما بفتح واخيط واركب. طب دكتور محمد انا اسف بس عايز اقول لك على حاجه، يعني في تصريح ل الدكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الاحمر، قال لك ان الطير ده مش نادر يعني. ما هو مش نادر خالص، لا ده انا نفسي اتفاجئت يا استاذ معتز لما هو قال لي نعمل العمليه. انا اقترحت عليه في الاول، يعني الناس برضه مندهشه، يعني الناس برضه عشان ثقافتنا هو ليهم حق يندهشوا، يعني مثلا حد بيدفع 7000. هو صاحب الفرخه طبعا، احنا مش مهتمين بان احنا نكشف عن شخصيته، انما هو اجنبي ولا مصري؟ اجنبي، جنسيته سويسري ومقيم هنا في مصر وبيحب مصر وبيحب الحيوانات، وهو بالنسبه له مش نادر خالص طبعا. الفرخه بلد عاديه جدا، ممكن تروح السوق تشتريها ب 30 40 جنيه. انما هو العشره بس، والمكان اللي كانوا حاططها فيه كان حاططها ككلب او تتحرك براحتها، ممكن تروح تنام جنبه على السرير. هو واخدها على انها حيوان الاليف بتاعه، مش واخدها كفرخه. زي في مصر، خارج مصر برضو ممكن تلاقي حد بيربي ارنب، حد بيربي بطه، معزه في البيت. مش بره، مش في عشه او مش في شارع او مش فوق السطوح. طيب هو مربيها في البيت ياكلها في دكتور محمد خليك معايا لو سمحت، برحب بالدكتور فتحي سلمي معايا على الهواء مباشرة، وهو مدير الطب البيطري في البحر الأحمر. أهلا يا دكتور فتحي، مساء الخير. أهلا، مساء الخير يا أستاذ معتز، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك ليك وجهة نظر في مسألة الشرايح والمسامير اللي اتعملت للفرخة دي؟ والله زي ما سيادتك كده تداولت الموضوع في الإعلام، يعني فوجئنا بنشر الخبر إن في معاليك انه تم اجراء عمليه صرخه والاجراء والتصريح اللي صدر. بالنسبه لنا احنا كمديريه الطب البيطري، اولا الزملاء اللي قاموا بالعمليه اسمهم دول اطباء برايفت، اطباء حرين عاملين عياده خاصه تحت الترخيص. وهم ما قاموا بالعمل باجراء العمليه. بس بحب انوه سعادتك برضه ان هذا العمليه اللي تمت الفرخه، اولا احنا كاطباء بيطريين اللي تعلمناه واللي بنقوله للعالم كله انه يعني على حسب القيمه الاقتصاديه بتاع الحيوان. اولا الطيور دي بالذات الفراخ ده صناعه يعني صناعه اقتصاديه. يعني انا الفراخ موجوده سواء فراخ بيضاء او فراخ بلدي للتربيه. تجرى العمليات الجراحيه طبعا لجميع انواع الحيوانات على حسب القيمه الاقتصاديه بتاعتها. لو طائر نادر زي الصقور، زي بعض الطيور النادره، بعض الحيوانات الاليفه، الحيوانات البرد اللي بنربيها زي الاغنام والابقار والمعز والخيول، تجرى العمليه بس على حسب التكلفه. لو انا سيادتك دلوقتي شايف عندي عجل او خروف ثمنه 20 جنيه، اعمل له عمليه ب 10000 ما كده يعني ما هو حضرتك يعني اعذرني يا دكتور فتحي، يعني حضرتك مش دافع من جيبك حاجه. افرض ان يعني حد بيقول لك هو حر، هو موافق على التكلفه دي، وراجل اجنبي وعنده النزعة الإنسانية، بيحب الفرخة دي تحديدا، فقال لك 7000 جنيه رحمة بالفرخة. فهو يعني أنا مش مصدق والله، يعني هو بس هي مسألة فرق ثقافات أعتقد. لو 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 مكانه أنا شخصيا مش هدفع 7000 جنيه عشان أعمل عملية الفرخة، إنما هو ارتضى هذا الأمر، هل دي حاجة تزعلك؟ لا أنا مش زعلان، أنا زعلان إن سيادتك كان ممكن توجه، كنت أقول للراجل إن ممكن سيادتك في أوجه كتيرة تقدم مساعدة حيوانات أليفة، قطط، كلاب، بيساعد يعني أوجه كتيرة ممكن أوجهه ويعملها،
نفسه بره يعني انت لو تتابع في الميديا بره على مستوى دول العالم ما شفناش حد عمل عمليه الفرخه تتكلف هذا السعر، لانه بيتكلموا اقتصاد يعني صناعه الدواجن. هل سبق ان حد عمل عمليه الفرخه تكلفت عمليه حتى تاخد من وقت الدكتور اللي هي يعني لو اباء ورغم ان عندهم هم زي ما تقول الحق. وايه حكايه ان حضرتك بتطلب بتحويل الاطباء او دكتور محمد تحويلهم؟ لا هو انا مش تابع يا فندم، انا الاطباء ليس تابع. انا قلت سيادتك انا لا يعملون تحت مظله الحكومه، دول اطباء تبع يعني اطباء خاص يعني. ولو هم تحت مظله الحكومه تحولهم للتحقيق؟ لا هو عمل يعني هو بيعمل ايه يعني المفروض هو لو جاء الحيوان في العياده عندي في الوحده البيطريه يتم الكشف عليه وتوجيهه للصح. فرضا انت جايبك حيوان مريض وبيموت اجري له عمليه؟ لا يعني انا عايز اقول يعني انا بعرض عليه، لازم اعرض امين في العرض اقول له والله الحيوان ده انك انت واقول له تكلفه هتكلف كام، ولو انت جبت حيوان غيره هتكلفك كذا، ولو جبت الطائر الفلاني ده او الفراخ دي هتكلفه كام. هو راجل فاهم يعمل ايه، لان هو حتى لو الفرخه دي خفت وتمام وزي الفل، ايه المردود الاقتصادي بتاعها وتعمل ايه؟ المردود الاقتصادي ايه؟ ده هو صاحب الفرخه مزاجه كده ان شاء الله يعني. مش بيقول لك اللي معاه فلوس ومحيره ومش عارف يجيب ايه ويطيره، الراجل بيحب الفرخه وقرر يا عم فتحي ما تسيبه يعمل العمليه يا عم فتحي، ناس تسترزق. انا مش ضد يا فندم، بقول لك ان هو لا يعمل تحت يعني مظله الحكومه. أيوة ده وجهه نظر فرديه، وهو حر في الاجنبي وحر في الفرخه بتاعته ويعمل زي ما هو عايز. بس احنا بنتكلم كسلوك زملاء. أيوة احنا برضه يعني لازم، في ناس كتيره محتاجه علاج وفي حيوانات محتاجه علاج مش لاقي علاج، نوجه الزملاء للافضل والايديال ولصالح مصلحه بلدنا. طبعا ده طبعا وانا فاهم جدا جدا المنطق اللي حضرتك. مش عايزين استفزاز المواطنين. انا معلش، انا في ناس اتصلت عليا وبتشتمني يعني علينا احنا يعني. لا 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 ده رايك ورايك يحترم وفوق راسنا. وبشكرك جدا على المداخله مع برنامج 90 دقيقه دكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر. وبشكر كمان الصحفية الزميلة مها طايع من الوطن لأن هي وفرت هذه القصة الخبرية المختلفة جدا يعني. وبشكر طبعا أكيد دكتور محمد أحمد واللي أجرى هذه العملية للفرخة اللي كلفت 7000 جنيه. وبشكركم قبل أي حد أن أنتوا استحملتوا مناقشة هذا الموضوع كل الوقت ده. بس هنعمل ايه بقى يعني، انتوا عارفين ان دايما بيقولك في تعريف الخبر كل ما هو غريب او كل ما هو طريف. فده الخبر كانوا زمان في كلية الاعلام يقولوا لنا، وطبعا زمايلنا في كلية الاعلام اكيد فاكرين المثال الكلاسيكي ده، كان يقولك هو الخبر ان كلب عض راجل ولا ايه، يقولك لا ده مش خبر، انما الخبر الحقيقي ان الراجل عض كلب. وهنا الخبر انه ايه، الفرخة اللي معرفش بخمسين جنيه ولا بستين جنيه تتعالج ب7000 ولسه في علاج طبيعي. يا نهار ابيض، مش عايز امسك شعري. طيب هنروح دمياط بقى، ايه رأيكم؟ نسيب بقى البحر الاحمر ومرسى علم، دي على فكرة حكاية ورواية واتمنى اروحها لانها منطقة ساحرة عالمية جدا والناس كلها بتعشقها. هنتكلم في نفس الملف اللي عنوانه الإنسانية. هعرفكم على طارق كيوان اللي بيصنع عربيات مخصصة للكلاب والقطط اللي تعرضت لبتر الساق، حدوتة مختلفة تماما في